أعزائي مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا بحضراتكم. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. لقاء خاص النهاردة مع نجم خاص ومسؤول خاص قدر من وهو ناشئ صغير في النادي الأهلي إن هو يحجز مقعد وكرسي مهم جدا وسط الكبار في الفريق الأول. شارك في بطولات كتيرة ومسيرة طويلة جدا مع النادي الأهلي، بطولات كتيرة، ماتشات ومباريات وتألق كبير، كمان شارك في المنتخبات الوطنية، لكن للأسف الإصابة حرمته من إن هو يستمر لوقت أطول في الملاعب، ويعني الوقت اللي هو أي حد أي لاعب كورة بيفضل إن هو ده فترة النضج بتاعه في الملعب، هو للأسف بطل كورة بسبب الإصابة. سريعا، كان ليه تجارب كتيرة جدا، قدر ان هو يشفت كارير بسرعة جدا علشان ويغير اتجاهه لانه يدخل المجال طبعا الاعلامي. كان ليه بعض التجارب القوية والكبيرة سواء في الاذاعة او في التلفزيون، قدر من خلالها يثبت نفسه ويبين ان في طبعا موهبة كبيرة واعدة. اول ما كرسي الاداره في النادي الاهلي احتاجه، ساب كل اللي وراه جري على كرسي الاداره علشان يشغل ويكون واحد من اهم اللي مسكوا منصب مدير الكره في النادي الاهلي. طبعا حضراتكم عرفتوا احنا بنتكلم على مين، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي.